ايه المالتي اريا او اس بي اف؟ يعني ايه المالتي اريا او اس بي اف؟ تعالى كده نشوف مع بعض. كده التسجيل شغال اهوت، ايوه تمام، والدنيا شغاله معايا. بيقول لك والله السنجل اريا او اس بي اف معناها ان انت هيبقى عندك داتابيس كبيره جدا لكل الناس، جدول كبير وجدول للداتابيس كبيره جدا، وكل شويه يحصل تغيير في اي سطر في الداتابيس دي في اي شبكه، فيقعد الشورتست باس فيرست يشتغل كل شويه، يقعد يشتغل. فده بروسيسنج على الراوتر، والراوترات اللي بيشغلها او اس بي اف ما بتقعدش، هو بيشغلها شغل من نار. فعشان نخلي الاو اس بي اف مور افيشنت وسكيلابل، الاو اس بي اف بيسبورت حاجه اسمها الهيريكليكال راوتنج يوزنج ارياز. يعني ايه الهيريكليكال راوتنج؟ ان انا باجي اقسم الشبكه بتاعتي لمجموعه من الاريا اهو كده كده، وتبقى في اريا في النص كده اسمها الاريا زيرو او الجزء بتاع الشجره، الروت بتاع بتاعنا، وهو اللي ماسك كل الفروع التانيه. والاريا زيرو دي هيسموها باكبون اريا، وكل اريا تشتغل مع نفسها ويكون لها الداتابيز بتاعتها. يعني هنا هيبقى الداتابيز الاولانيه داتابيز 1 مثلا، وهنا في داتابيز 0، وهنا داتابيز 2. وبعد ما يطلعوا احسن طريق واحسن طرق عندنا، طلعوا مثلا 3 4 طرق، نعمل لهم سمري ونبعت اللي ما بين الاريا ده السمري بس الملخص. هنا هيبقى في 3 طرق 4 طرق السمري، نبعت بس ما بين الاريا السمري الملخص، فنقلل حجم الراوتنج تيبل. حتى لو حصل تشينج في اي اريا، الالجوريزم اللي موجود جوه الاريا هو اللي يشتغل، بقيه الاريا ملهاش دعوه بيه. حصل تشينج في اسيوط، انا مال انا بتاع القاهره، انا مالي، انا عندي الملخص اسيوط ديت، التلخيص بتاع الشبكات اللي جواها كام بس، بتوع اسيوط يشتغلوا مع نفسهم. ده هناك شبكه وقعت في اسيوط، انا مال انا كبتاع القاهره، ماليش دعوه. انا اعرف ان اي حاجه بدايتها 10 10 مثلا 1 0 موجوده في اسيوط، فبعته للاي بي ار بتاع اسيوط وهو يتصرف، هو عارفهم متفرضين. فانا الشبكات دلوقتي لما نيجي نقسم لاريا، هنلاقينا بنستخدم حاجه اسمها السمرايزيشن، ونعمل سمري كمان مانوال ما بين الاريا وبعضيها، تمام؟ فبيقول لك والله اهو انا سؤال، معلش يا دكتور، معلش معاك يا حبيبي. احنا اتفقنا انه في الاريا دي، في الاريا زيرو هنعمل رئيس و ونايف، على اساس انه لو الراوتر الرئيسي ده وقع. لا لا لا، واقفه هنا، واقفه هنا، واقفه هنا. انا ما اتفقتش في اريا زيرو هعمل رئيس ونايف، انا اتفقت في اي اريا لو في مجموعه من الراوترات على سويتش هيبقى في رئيس ونايف بس، انا ما قلتش في اريا زيرو نعمل رئيس ونايف. اللي هي المالتي اكسس يا دكتور. اللي هي المالتي اكسس. انما انا ما قلتش اساسا في اي اريا هعمل رئيس ونايف، انا قلت لما يقابلك ان في عندك شبكه مالتي اكسس، يعني شوية راوترات على سويتش، هيبقى في عندنا ريس ونايب. معايا كده ابو مريم؟ تمام تمام. انما اريا زيرو، ده اريا زيرو لازم أن تكون متوصلة فايبر بقى، لازم أن تكون بوينت تو بوينت. يلا. عشان كده بس لو تمام. ايه المانع يعني لو انا حطيت فيها سويتش فريم ريلي او حاجة وقابلتك في اريا زيرو، في هيبقى في ريس ونايب؟ طالما في سويتش بقى في رئيس ونايب. انما راوترات متوصله بوينت تو بوينت مش مستاهله رئيس ونايب. تمام؟ فبيقول عندنا والله المالتي اريا او اس بي اف، ان احنا عندنا اللارج او اس بي اف اريا از ديفايدد انتو ايه؟ مالتي اريا. الاريا الكبيره دي كلها اتقسمت لاكتر من اريا. فده هيعمل لي ايه؟ هيقلل البروسيسنج وهيقلل الميموري. بدل ما كان عندي 100 روت في الشبكه بتاعتي موجودين في جدول واحد، لا انا عندي ال 20 روت بتوع الاريا بتوعي بس، وبقيه الاريا اعرف عن كل اريا روت واحد بس السمري بتاعها. ريكواير هيريكليكال نتورك ديزاين. المين اريا دي الباكبون اريا، وبقيه الاريا كونكتد بيها اهي. يعني هو السمري ده للاريا الواحده مش لكل الاريا، لا كل اريا بتطلع سمري واحد ملخص بتاعها.
تمام. حلو، لسه هنشوف مع بعض. طب الادفانتج بقى بتاعتها ان سمولر راوتنج ايه تيبل، هنقلل حجم الراوتنج تيبل فيقللنا حجم الميموري اللي هنستخدمها، هيقلل حجم الابديت لان الابديت ما بيطلعش بره الاريا، الابديت الكتير هنقلل الحسابات اللي احنا بنعملها لان حجم التيبلز قليله فاحتماليه التشنج تكون قليله. طب تمام، الراجل اهو قسم لاكتر من اريا اهو. انواع الاريا عندنا كده، ادي اول حاجه الاريا تايبس اهو، بتيجي في سؤال في الامتحان. الاريا تايب اريا زيرو وغير الاريا زيرو، فبيقول لك والله الاريا زيرو دي بيسميها الباكبون او ترانزيت، عشان اي حد بره الاريا زيرو عايز يوصل لاي حد بره اي اريا تانية، يعني 51 عايز يوصل لاريا واحد لازم هيعمل ترانزيت على اريا زيرو، هي اللي رابطه كل اريا وبعضيها، او بنسميها الباك بون الاريا بتاع العمود الفقري، او احنا جوه النتورك بنسميها الكور، الكور نتورك. يقول لك انت شغال فين، تقول له الكور. الكور نتورك قصده بيها الراوترات اللي رابطه النتورك كلها اللي موجوده في اريا زيرو. فبيقول لك ان اوس بي اف اريا هوز برايمري فانكشن از ا فاست اند افيشنت موفمنت اوف اي بي باكت. الاريا زيرو دي اصلا انا ما بربطش بيها اجهزه ولا سويتشات ولا الكلام الفاضي ده، ده هو انا بستخدمها علشان اربط بيها الارياز التانية اساسا، فلازم تكون سريعه جدا. انتر كونكت ويز اذر اوز بي اف ارياز، طيب بتوصل بقيه الاريا التانية بنسميها اريا زيرو، ده لازم تكون اريا زيرو. طب الاريا التانية، يبقى ده اول نوع عندنا من انواع الاريا. تاني نوع عندنا من انواع الاريا اللي هيقابلك اللي هو الريجولر اريا، او اللي مش باكبون اريا، يعني اي حاجه غير اريا زيرو. يوجوالي سيت لونج فانكشنال او جيوغرافيكال جروبنج، بتبقى بعيده شويه عن الاريا زيرو. كل الترافيك فروم اذر اريا ماست كروس مين ترانزيت اريا، لا يعني لو عايز الراوتر ده عليه جهاز عايز يوصل لراوتر اهو عليه جهاز تاني، يعني واحد في اسكندريه عايز يوصل لواحد في اسيوط، لازما الباكت بتاعته تعدي على مين؟ على اريا زيرو عشان توصل للراجل بتاع اسيوط ده اهو. تمام. طيب انواع الراوترات، يبقى كده عملنا ايه؟ انواع الاريا، وقلنا انواع الاريا كام نوع اهو، التايبس بتاع الاريا كام نوع؟ نوعين. ايه هما؟ الباك بون وايه والنورمال. الباك بون ده ساعات بسميها ايه؟ ترانزيت. والنورمال دي بسميها ايه؟ النون باك بون اريا. دي لازم تكون رقمها كام؟ زيرو. وده اي رقم ما عدا مين؟ ما عدا الزيرو. طيب انواع الراوترات، عندنا انواع الراوترات اربع انواع من الراوترات، التايبز اوف ايه اوف راوتر، ادا اول نوع، ادا تاني نوع، ادا تالت نوع، ادا رابع نوع. اول حاجه انترنال راوتر، انترنال راوتر زي دول، ده انترنال 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 ده انترنال. يعني ايه انترنال راوتر؟ يعني الراوترات اللي كل الفتحات بتاعتها، اللي كل الشبكات بتاعتها في نفس الاريا. تاني انترنال راوتر معنى ايه؟ ان كل الانترفيسز بتاعته ان ذا سيم اريا، يعني هو الراوترات اللي كل الفتحات بتاعتها في نفس الاريا بقول عليها انترنال راوتر. طب الباك بون راوتر اللي هم المنورين دول، اللي هي الراوترات اللي موجوده في اريا زيرو، راوتر ان ذا باك بون اريا. طب يعني ايه اريا بوردر راوتر؟ رقم نوع رقم 3، هو راوتر له فتحه في اريا زيرو وله فتحه في اريا تانية. هو راوتر له فتحه في اريا زيرو وله فتحه في اريا تانية. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا كام اريا بوردر راوتر، كام اريا بوردر راوتر هنا؟ ها اتنين كده، اتنين كده اللي هم R1 وR2، دول اريا بوردر راوتر اي بي ار. هي راوترات لها فتحه في اريا زيرو ولها فتحه في اريا تانية، حد غيرهم؟ انما R3 يعتبر انترنال راوتر ويعتبر في نفس الوقت باكبون راوتر. يعني احنا قلنا الانترنال راوتر هو راوتر كل فتحاته في نفس الاريا فعلا. طب الباكبون راوتر هو راوترات موجوده في اريا زيرو فعلا. طب الاي بي ار R1 وR2
واحد واثنين يعتبروا كمان مين؟ باكبون راوتر، لانهم موجودين في اريا زيرو. انما ثلاثة واربعة ما يعتبروش اي بي ار. ليه؟ لان ما لهمش فتحات بره الاريا زيرو. طب يعني ايه اوتونوميا سيستم بواندري راوتر؟ ده الراوتر اللي بيوصلنا بالانترنت اهو. لو هنا عندي انترنت في الاوس بي اف، بيقول على الراوتر اللي عنده الديفولت روت الاي اس بي ار، لان الانترنت ده بيبقى شغال بي جي بي. فالاس بي ار ده معناه ايه؟ هو راوتر له فتحه في شبكه الاوس بي اف، ولو فتحه شغاله في راوتنج بروتوكول تاني، وليكن ريب، وليكن اي اي جي ار بي، وليكن بي جي بي. يبقى لو الراوتر عليه اكتر من راوتنج بروتوكول فالاوس بي اف بيسميه اس بي ار. لو الراوتر بتاعك عليه اكتر من اريا فبيسميه اي بي ار. بس يا سيدي، حد عنده اي سؤال في الحته دي؟ يبقى تاني بقى، عندنا انواع الراوترات. الراوترات اربع انواع: انترنال راوترات كل الفتحات بتاعتها في نفس الاريا، باك بون راوتر راوترات موجوده في اريا زيرو بس، اي بي ار راوترات عليها اريا زيرو واريا تانية، اس بي ار راوترات عليها اتنين راوتنج بروتوكول، واحد اوس بي اف مثلا مع اي راوتنج بروتوكول تاني. بس يا سيدي، اي سؤال في الحته دي؟ لا تمام. شكرا يا دكتور. تمام، حلو، نكمل. انواع الابديت، احنا قلنا مع بعض كام نوع من الابديت؟ 11. علينا منهم في سيس ان ايه لحد نو هشرح انواع الابديت. يبقى تاني، انا خدت انواع الاريا اتنين، خدت انواع الراوترات اربعة، خدت انواع الابديت هناخد منهم خمسة، هما اللي عليك. تعال نشوف انواع الابديت. اول نوع تايب 1. تايب 1 ده ابديت بيبقى داخل الاريا الواحده، يعني الابديت اللي بيجي لك من الراوترات معاك اللي في نفس الاريا بيبقى عندك نوعه تايب 1 اهو. التايب 1 هو ليست اوف دايركت كونكتد نتورك، بتجي لك الشبكه بالبريفكس بتاعتها بالنتورك تايب او باللينك تايب، بوينت تو بوينت ولا مالتي اكسس ولا ايه بالظبط. كل الراوترات بتطلع تايب 1. التايب 1 ده ما بيعديش بره الاريا، يعني ايش كل الابديت، كل الشبكات اللي عندي هنا اللي نوعها تايب 1 ما تعديش بره الاريا. او التايب 1 ار فلودد ويزين اريا، ولكن ما بيعديش بره الاريا. اي حد بيبعت لك الابديت بيبعته لك ومعاه الاي دي بتاعه، فانت بتبقى عارف الابديت ده جاي لك منين، الراوتر اي دي بتاع الراوتر. بيبقى رمزه جوه الجدول او، يبقى هو رمزه او وجوه الاريا وما بيعديش بره الاريا. ده التايب 1 الابديت العادي اللي احنا شغالين عليه من اول ما خدنا الاوس بي اف. طالما في اريا واحده وابديت جاي لي من راوترات معايا في نفس الاريا بيبقى رمزه ايه؟ بيبقى تايب 1، وبتجي لي الشبكه بالبريفكس بتاعتها بالنوع بتاعها. طيب التايب 2 هو التايب 1 بس بيبقى طالع من الريس. لو عندك دي ار، لو عندك ايه دي ار، شايفين هنا شبكه مش بوينت تو بوينت، دي بوينت تو بوينت اهي، دي شبكه هنا في سويتش، وده الدي ار بتاع الشبكه دي. لما الدي ار يجي يبعت ابديت لاي حد يبعت له تايب 2 بس برضه جوه الاريا بتاعتك، ما بيعديش بره الحز ده. طب في هنا برضه سويتش اهو، فده الريس بتاع ده، فلما يجي يبعت له ابديت يبعت له تايب 2. بيقول لك يعني مين اللي بيعمله جنريت؟ الدي ار. فبيقول لك التايب 2 الراوترات اند نتورك ادرس اوف مالتي اكسس لينك. الوحيد اللي بيطلع التايب 2 الدي ار، انما كان اي حد جوه الاريا بيطلع تايب 1. اي حد بيبعت الابديت بتاعه يبقى نوعه تايب 1. لو انت الريس وبتبعت الابديت يبقى نوعك تايب 2. التايب 2 ار فلادد وذين مالتي اكسس نتورك، وما بيعديش الاي بي ار برضه. التايب 2 لما بيجي لك بيجي لك بمين؟ بالدي ار راوتر اي دي، لان الدي ار اللي بيبعته بيبقى رمزه ايه جوه التيبل؟ او.
شايفين بيقول لك الدي ار بيحصل فين؟ في شبكات المالتي اكسس والنون برودكاست مالتي اكسس، وخدنا الفرق ما بينهم تمام. والابديت تايب 2 برضه ما بيعديش بره الاريا. لا سمحت يا هندسه. نعم احنا قلنا النون برودكاست مالتي اكسس ما فيهاش ما فيهاش دي ار صح؟ لا والله قلت في دي ار اللي هي النون برودكاست. إيه؟ قلت المالتي اكسس نوعين اهو تمام. قلنا في البرودكاست مالتي اكسس اللي هي عباره عن ايه؟ عن سويتش سيسكو عادي وحواليه الراوترات ومتصله بيه راوتر. حلو قوي. وده سويتش لي ار 2 بس ايثرنت تمام. والنوع تمام. التاني اللي هو النون برودكاست اهو النون برودكاست مالتي اكس عباره عن ايه؟ عن سويتشات برضو بس سويتشات سنترالات اهو شكل الفريم ليه شكل الام بي ال اس شكل الاي تي ام. دي شبكات بتاعه دي داتا عاملين بها ايه؟ عاملين كلاود بيها كده على مصر كلها متوصله مع بعضها فايبر. لو انت موصل فروعك مع بعضها لازم يكون في انتخابات، لازم يكون واحد هنا دي ار وبي دي ار برضو تمام؟ تمام لازم يكون في ايه؟ بي دي ار برضو. يبقى ده نام برودكاست مالتي اكسس وده برودكاست مالتي اكسس. الاثنين لازم يحصل ما بينهم انتخابات، عليهم انتخابات. اللي ما بيحصلش ما بيحصلش عليهم انتخابات البوينت تو بوينت. البوينت تو بوينت. تمام كده؟ تمام شكرا. انت على امر حضرتك. طيب يبقى انا كده ايه؟ يبقى انا كده ايه؟ التايب 1 والتايب 2 ما بيعدوش بره الاريا، التايب 1 والتايب 2 يا جماعه ما بيعدوش بره الاريا، ما بيحصل لهمش ادفرتايز على الاي بي ار. التايب 2 اي حد، اي راوتر جوه الاريا بيعمل له جنريت. التايب 2 اي مين اللي بيعمل له جنريت؟ الدي ار. الاثنين رمزهم جوه التيبل ايه؟ او. بس واحد طالع من الريس وواحد طالع من اي حد. طيب بقى ايه التايب 3؟ التايب 3 ده الابديت اللي بيطلع ما بين الاريا وبعضيها. فخلاص طالما بيطلع ما بين الاريا وبعضيها يبقى احنا عرفنا مين اللي بيطلعه، الاي بي ار. ما هو ده اللي ما بين الاريا وبعضيها. يبقى التايب 3 تمام؟ they are used by ABR to advertise network from other area. الاي بي ار كرييت تايب 3 ال اس اي بياخد كل التايب 1 والتايب 2 اللي موجودين معاه اللي في الاريا بتاعته ويبعته للاريا 0 نوعه ايه؟ تايب 3. الراجل ده ياخد كل الابديت التايب 1 والتايب 2 اللي موجودين عنده ويفرواده في اريا 0 تايب 3. يتاني يمشي من الراوترات اللي موجوده في اريا 0 لحد ما يوصل اي بي ار دراخ ياخده يفرواده هنا برضه تايب 3. يبقى الاي بي ار هو اللي بيفلد، الاي بي ار هو اللي بيفلد التايب 3 ال اس اي فروم وان اريا تو انذر. بس في عندي مشكله يا هندسه، في عندي مشكله يا ابو مريم، ان الاوز بي اف ما بيعملش دونت اوتوماتيكلي سمرايز ذا نتورك، دونت اوتوماتيكلي سمرايز ذا نتورك. فلازما مع المالتي اريا لازم نعمل ايه؟ مانوال سامري اهو تو ريديوس امباكت اوف لودنج. ممكن بس ثانيه يا شباب معلش. تمام ثانيه اسف مره تانية تمام. لا ولا يهمك يا هندسه ماشي. انا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ريديوس للفلودنج امباكت اوز بي اف. فنعمل له ايه؟ هنعمل حاجه اسمها مانوال سمرايزيشن. الاوز بي اف لوحده ما بيعملش اوتوماتيك سمر،
فلو جاي له هنا 100 طريق تايب 1 وتايب 2 هيطلعهم تايب 3 100 زي ما هم، كانك ما عملتش مالتي اريا. تصورهم يعني لو عندي في اريا واحد هنا في 100 شبكه هتطلع 100 شبكه دول نوعها ايه؟ جو تايب جو اريا واحد تايب 1 وتايب 2 هيطلعوا تايب 3 لاريا 0 100 برضه زي ما هم. فلازم اعمل معاه مانوال سمري لان الاوز بيف ما بيعملش سمرايزيشن لوحده. الرمز بتاع التايب 3 عندك في التيبل هتلاقوه دلوقتي او اي اي او اي اي اوز بي اف انتر اريا اوز بي اف انتر اريا اوز بي اف انتر اريا. يبقى انترا اريا اللي هو تايب 1 وتايب 2 او اي اي معناه اوز بي اف انتر اريا نوعها ايه؟ تايب 3. التايب 4 في اريا هنا عندها راوتر غريب اللي هي اريا كام؟ اريا 1 فيها راوتر اسمه ايه؟ اسمه الاي اس بي ار. ايه الاس بي ار ده؟ ده الراوتر اللي موصلني انترنت. الراوتر موصلني انترنت اهو. التايب 4 هو كل ها هو كل اريا هندسه عادي بيبقى فيها راوتر اي اس بي ار بيوصلها نت طبعا. مش شرط مش شرط. انت شايف هنا اس بي ار تاني هو واحد بس اهو. الراوتر اللي بيبقى عنده الديفولت روت بنقول عليه اس بي ار. بس ده بيفرض دي المناطق دي في مكان بعيده. طيب آه والله انا عايز الناس تطلع من عندي انترنت من مكان واحد شغال. يعني حضرتك مثلا من اسيوط مثلا يطلع من القاهره نت؟ طبعا هو مش طبيعي ان هو يطلع نت كده، انما انا قصدي ايه ان انا لو لا قصدي يعني ممكن ها لا انا قصدي حضرتك ممكن يعني كل اريا يكون فيها مثلا راوتر اي اس بي ار ولا أنا لا انا لو بعمل زي ما انت بتقول كده وعندي ارياز وعايزهم يطلعوا نت انا مش هعمل كده. انا مش هعمل احط نت في القاهره واخلي الناس تيجي تطلع نت من القاهره. ده هيبقى في ترافيك رهيب على الكابلات بتاعه الفايبر بتاعتي وانا مأجر كابلات الفايبر عشان امشي عليها الترافيك بتاع الفيسبوك. لا طبعا انا بجيب في كل اريا الراوتر الانترنت بتاعي لوحده. تمام تمام. انما مثلا ممكن يكون الاس بي ار ده على فكره ممكن يكون راوتنج بروتوكول تاني، يعني جزء من النتورك بتاعتك مثلا شغاله اي اي جي ار بي مش شرط نت. مش شرط ان التليفون شغال بروتوكول تاني يعني. اه بروتوكول تاني. فهتضطر تخلي الراوتر ده يشتغل اوس بي اف ويشتغل اي اي جي ار بي الاثنين في نفس الوقت، وتعمل ما بينهم حاجه اسمها ريديستريبيوشن. في لاباك في السن بي على كده ان هو يفهم يعني. الشبكات اللي جايه من اليمادي بالاي جي ار بي وياخدها يحولها الاوس بي اف اليمادي، فده بقول عليه برضو اي اس بي ار. تمام فهمتني كده؟ طيب تمام. التايب 4 ده استاذنكم انا هندسه 10 دقايق كده هرجع على طول حضرتك كملوا زي ما انتم ان شاء الله باذنكم. تمام. الاس بي ار دوت او الابديت اللي هو التايب 4 ده مش ابديت لشبكه، ده هو ابديت عن الراوتر اللي عنده النت. يبقى الاس بي ار ده مش ابديت لشبكه، ده الراجل بتاعه اللي هو ما بين الاريا الاي بي ار ده بيقول لي بقيه الراوترات يا جماعه انا الاس بي ار عندي. الاي بي ار بيقول لي بقيه الراوترات يا جماعه انا الاس بي ار عندي، اللي عايز يوصل نت يجي لي وانا اوصله. فبيقول لك التايب 4 ار يوز تو ادفرتايز الاس بي ار تو اذر اريا، هو انا بعرف الراوتر بي الاس بي ار ده لكل بقيه الارياز الثانيه. الاي بي ار جنريت تايب 4 ال اس اي. التايب 4 بيبدا من الاي بي ار اللي عنده الاس بي ار ويبتدي يحصل له جنريت لكل الاريز الثانيه. التايب 4 ال اس اي لينك ست اي دي از انتفايدد باي راوتر اي دي اوف اس بي ار. بيقول لهم يا جماعه انا الاس بي ار الاي بي بتاعه اهو الاي دي بتاعه. اخر نوع بقى عندنا ده التايب 5. انت لو عندك هنا على الراوتر ده روتس جالك من بره، لو عندك على الراوتر ده روتس جالك من بره الديفولت روت والكلام ده كله،
وعايزين ندخلها جوه شبكه الاوز بي اف، بيبقى نوعها ايه؟ تايب 5. يعني كل الروتس الخارجيه اللي الاس بي ار بيبعتها لك بيبقى نوعها تايب 5. فبيقول لك زي ادفرتايز اكسترنال روت زي ار اورجنيتد باي مين، باي اس بي ار. الاس بي ار هو اللي بيعملها ويفلاب داخل كل الارياز. يبقى التايب 5 ار يوز تو ادفرتايز اكسترنال روت. الاس بي ار هو اللي بيجنريت تايب 5 ال اس اي. التايب 5 ار فلاد روبوت اريا اند ريجنريتد باي اس بي ار. التايب 5 هي دي الشبكات اللي بره الاوز بي اف. لازم نوع التايب 5 تعمل له سمرايزيشن مانوال، هو نوت سمرايز، الاوز بي اف مش هيعمل لك سمرايزيشن ليه. بيبقى رمزه ايه؟ او استريك اي. ده التايب 5. اي يعني اكسترنال، او اي. تمام، يبقى احنا كده ناخد بقى ايه تلخيص ال اس اي. اول نوع التايب 1. التايب 1 ده مين اللي بيطلعه؟ اني راوتر. ما بيعديش انترا اريا، ما بيعديش برا الاريا، جوه الاريا. جوه الاريا تمام، ما بيعديش الاي بي ار. الرمز بتاعه بيبقى او. تمام. التايب 2 تمام، مين اللي بيطلعه؟ الدي ار، برضو بيبقى انترا اريا جوه الاريا، النوع بتاعه او الرمز بتاعه او. التايب 3 ده جايلك من اريا تانية، مين اللي بيطلعه؟ الاي بي ار، بيبقى ايه؟ انتر اريا، ما بين الاريا وبعضيها، بيبقى الرمز بتاعه او اي اي اوز بي اف انتر اريا. ولازم اعمل له سمرايزيشن، لان الاوز بي اف ما بيعملش سمرايزيشن مانوال، اوتوماتيك اسف. التايب 4، التايب 4 ده مش اعلان عن شبكه، ده اعلان عن الاس بي ار. مين اللي بيطلعه؟ الاي بي ار. بيقول لك انا عارف مكان الاس بي ار عندي، ملوش رمز جوه الجدول وملوش سمرايزيشن، لان دي مش شبكه، ده اعلان عن راوتر. التايب 5 ده شبكات بره الاوز بي اف اساسا، مين اللي بيديهولك؟ الاس بي ار، ويقعد يعدي على الاي بي ار ما بين الاريا، بس مين اللي بيطلعه اول حاجه؟ الاس بي ار. وده ما بين الاريا وبعضها، لا ده ما بين الراوتنج بروتوكول وبعضه، ده اكسترنال راوتنج بروتوكول. ده الشبكات بتاعه الاي جي ار بي بندخلها جوه الاوز بي اف، اكسترنال راوتنج بروتوكول. الرمز بتاعه بيبقى ايه؟ او اي. لو هو ديفولت روت يبقى او استريك اي. دي انواع الابديت. تمام. ها في اي سؤال فيها؟ لا تمام كده. طيب التايب 5 بقى اللي في الاخر ده في منه نوعين. النوعين ايه بقى؟ انت ما عندكش غيره غير نوع واحد، شوف كده معايا. التايب 5 في منه نوعين، في او اي 2 وفي او اي 1، تايب 2 وتايب 1، اكسترنال 2 واكسترنال 1. ده الديفولت. طب فهمنا الحته دي كده بالراحه كده، فاهمها لي بالراحه كده يا هندسه. بص يا حبيبي، انا لو انا عندي هنا ده طريق الانترنت اهو، تمام حلو، والراوترات متوصله مع بعضها اهي اهي، ده اريا وفي هنا اريا تانية اهو، وفي هنا اريا تالتة اهي. اي طريق من هنا، الطريق اللي جالك من هنا وليكن الديفولت روت انت عامله ستاتيك مثلا، فيبقى اس 0 0 0 اسف 0 0 0 0. المترك بتاع الستاتيك بكام؟ هو واحد على 0 بس باس هنا. فخلاص الراجل ده بقى الاس بي ار، عايز ياخد الطريق الستاتيك يديه لبقيه الراوترات. هيجي على الراوتر التاني ويقول له والله خد انا عندي طريق النت اهو، خده لك. طالما جاي وطريق النت ده مش بتاع الاوز بي اف، يعني من بره الاوز بي اف، بيبقى المترك بتاعه بواحد.
طب ويبعته للطريق اللي بعده برضه بواحد، يبعته للي بعده برضه بواحد، يبعته للي بعده برضه بواحد، يبعته للي بعده برضه بواحد، ما بيحسبلوش الكوست بتاعته. طالما طريق خارجي، طالما طريق خارجي الاوز بيف ما بيحسبش الكوست بتاعته، بيعتبره بكام؟ واحد وخلاص. واحد بيحسبه واحد عشان كل الناس تاخده ولا عشان؟ لا، عشان هو ما يعرفش هو جاي من اي جي ار بي ولا من ديفولت روت، هو طريق خارجي ففي معادله تانية بتحسبه، فهو ما بيتدخلش بقى. طالما طريق خارجي بيثبته بواحد وخلاص، تمام، لانه جاي باكسترنال متريك من بره. طب يحصل لك مشكله امتى؟ يحصل لك مشكله يا هندسه لو كان عندك كمان طريق نت من هنا، فبقى عندك فيه كام اس بي ار في الشبكه؟ اتنين. الراجل ده لو انت سبته على الديفولت الراوتر ده اهو، هيجي له طريق من اليمادي بمترك واحد، ويجي له طريق من هناك من عند اسيوط بمترك واحد واحد. فلما يجي يخش على الفيسبوك مره يبعت الباكت كده، ومره يبعت الباكت تلف الدنيا كلها، مصر كلها، وتطلع. ما هو الطريقين اتنين ديفولت روت، والطريقين اتنين مترك بتاعتهم بواحد لو تسيبه على الديفولت. ففي الحالة دي بقى، في الحالة دي نغير من external to external one. ازاي؟ انه يبدأ من عند اول راوتر عنده النت بواحد، ولما يروح للراوتر اللي بعده يزود الكوست الانترنال على الاكسترنال، يزود الحتة دي، ولما يروح للي بعده يزود الحتة دي على الواحد، ويزود الحتة دي على الواحد. كل ما هو ماشي عمال يزود الكوست بتاع الايه، اللينكات. فعلى ما يوصل للراجل ده هيبقى الواحد بتاع ده زائد دي زائد كوس 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 دي وليكن بعشرة. طب وده هيبدأ من هنا بواحد زائد الكوس دي وليكن باتنين، يطلع كده. يبقى الاكسترنال تو كل الطرق الخارجية اللي جايالك من بره الاوز بي اف بيثبتها بكوست واحد. طب انما لو اكسترنال وان بيثبت الواحد ويزود عليها الانترنال متريك. نص الطريق. نعم نعم يا ابو مريم. لو نعم في نص الطريق. ايه ايه؟ نعم. ها انا مسمعك قوي. ها لو حاجة في نص الطريق انت برضه. لو ايه؟ لو حاجة في نص الطريق، لو حاجة في... لو حاجة هنا مثلا كده، طب خلاص خليها طيب وان. فهو كده كده بيجمع من اليمادي وهيجمع من اليمادي. والله لو الطريقين متساويين خلاص هيعمل لوب بالانس. لو الطريقين فيهم واحد اقل هياخد الاحسن في الكوست. انما لو انت ما تغيرتش هو هيشتغل ايه؟ اكسترنال 2. ده الفرق ما بين اكسترنال 2 واكسترنال 1. بس يا سيدي، تمام. اهوت ده في الجدول ال OIA ده معناه type 3، O external 2 معناه ان هو external root، تمام كده. ال O بس لوحده معناه ايه؟ ان ده internal type 1 او type 2. وعندنا ايه؟ وعندنا شبكة عايزين نعمل لها configuration، اللي هي الشبكة دي عايزين نشغلها اكتر من area. نعمل لها configuration ازاي؟ تمام؟ تعالى كده نشوف مع بعض. انا هفصل بس لان التايمر هيفصل عليا، وافتح تاني. ماشي تمام تمام.